المختار مهيب. ولكن الكلام اللي كنسمعوا شي الهضره اللي ما بقاش يمشي يقراها ما عندهاش الخطر الله يهديك. واش قلت لك؟ قبل الخوض في سبب نزول هذا النقطة مثل المجلس توصل بلادها موقعة من قبل مجموعة من المواطنين عدد التوقيعات يفوق 500 توقيع من جماعة يطلب
يطالبون بالمشاركة ديال المجلس التقليدي والمساهمة أحداث هذا المركز الصحي كنت. ثم تخصيص مبلغ ديال 250 مليون سنتيم من قبل المجلس التقليدي في دورة ثانية. وفي نفس الوقت تم تعديل الحصة ديال الجامعة التقليدية في حدود 50 مليون سنتيم. وزارة الصحة طبعا غير ديال توفر الموارد البشرية وتصدق على الاتفاقية وتوفر الموارد البشرية. هذا ما تم الاتفاق عليه، هذا ما تم التصويت عليه في هذا المجلس. ثم تحديد الدورة، تم تحديد شروط الأعمال بعدما أنه جامعة المنتخب ما وفقناش الإجابة الشرعية، ما قلنا واش تساهم ولا تساهمش أمام الحاجة ديال المواطنين. مجلس التكوين المكتب الجامع قرر إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم لجامعة المركز الصحي التنظيمي اللي هو غادي يكون المجموع ديالو 3 مليون. بالنسبة لوزارة الصحة تقول بأن المراكز الصحية كيتكلفو ما بين 250 مليون حتى 350 مليون، لأنه فيهم فئة هذي فيهم فئة هذي، كاين جوج فئات ديال المراكز. جهدنا اجتمع الجهد المالي خصات مبلغ 250 مليون إلى آخره، بعدما أنه رسمنا الأعضاء بالاتفاقية بشكل عام مرفوض بالمقررات الاقتراحات ديال الجهة المالية اللي خصصت فيها 50 مليون سنتيم، كان وصلوا برسالة من السي رئيس جامعة المنتخب في تاريخ لاحق اللي هو 23 مارس 2020. حنا في المجلس الإقليمي سوريا نهار 29 مارس 2020 تقرا رسالة السيد رئيس الجامعة. طبعا بعد الدباجة تقول مشرفوني أخبركم أن المجلس الجامعي يقدر أن يختلف المقدم الكربون الصحي لفائدة سكان الجامعة وجماعة المجوهر بسبق جماعة المعاجر والدار والمدرسة، ونظرا لإمكانيات الجامعة المدينة فإنه سيتم إنجاز بعض التحويلات المالية قصد توفير حصة المساهمة في المشروع، بمعنى أنه جامعة المدينة غادي تساهم 50 مليون دينار ديال التحويلات وغادي تساهم. حنا اليوم للإخبار المجلس الإقليمي دريوش أعلن على الصفقة ديال الدراسات والإنجاز اليوم ديال هاد المستشفى بالمبلغ اللي هو مقترح ديال 3 مليون درهم، معناها 250 مليون ديال الجزء الكبير زائد 50 مليون ديال الحكومة الجامعة الأمريكية اللي هو 3 مليون فيها دراسة فيها الإنجاز. يعني اليوم تعلمنا الصفقة في انتظار أنه الجامعة الأمريكية تحول إلى البلوغ المبلغ غتكون غادي تتزاد أكيد مع التغليفة، وبالطبيعة الحال الدراسة الأولى عاد تكون مؤشر. جانب الأهم أنه ملي كنكون ملي كنعمل الصفقة وفاء كيكون مبلغ محدد محدد معين في بعض الحالات، وهذا الشيء اللي عشناه في دولة فلسطين ونص أنه الصفقة كيخرجوا مع أكثر من مبلغ للتعقيد. إذا هذا النقطة هذه طالما ان الجامعة عندي غادي تساهم في المبلغ ديالها، حنا كنا غادي نعدلو الاتفاقية باش نضيفو المبلغ، دابا انه لا حاجة للتعديل حسب رأي المكتب، ولكن يجوز بوقع الصلاحية الكاملة بتحديد ما يراه المكتب مشبع كلمة على ظهره. الحقيقة كان في الكلام حق ولكن أريد به باطل.
الى درتي باش تزيدها 50 مليون منها صراحه، ولكن باش نبقاو ندورو في حلقه مفرغه هذا الكلام ما لا فائده منه. علاش؟ كتقول لنا بانك استجيب عريضه، العريضه جات من بعد المصادقه على الاتفاقيه، يعني بعد ما تصادق المجلس على 250 مليون. يعني حنايا كمجلس اقليمي كنا نشاركنا في عمليات ديال اعاده بناء المركز الصحي، يعني العريضه جات كنعرفوا الناس اللي تحركوا ما فيهم بس حنايا نفترضوا حسن نيه الناس، ما عندناش اشكال ان لان الغايه كنطلبوها كاملين وكنطلبوها كاملين هي اعاده بناء المركز الصحي اللي يندى له الجميع في الوضعيه اللي فشلت. ولكن اللي كاين السيد الرئيس نتايا تجاوزتي المجلس، تجاوزتي النظام الداخلي، مشيتي صرحتي الاعلام كتقول بان المجلس الاقليمي زاد 50 مليون، كتزايد على المجلس وعلى رئيس المجلس الجماعي ديال الوطن. هذا المفروض كلام واحد العاقل ما خصش يقول. علاش؟ لان المجلس مازال ما صدقش وخا درناها في نقطه تجبر الاعمال، ولكن نورمالمون ما كانش تخرج بهذا التصريح، لان التصريح فوقاش يبدا كيبدا من بعد انتهاء الاشغال ديال الدوره. حق السيد الرئيس تبني بالتصريح ديالي، ولكن تزايدتي على المجلس وخرجتي اسرار ديال اللجان. معلوم ان اسرار لجان المجلس اشغالها سريه، ومشيتي خرجتي الاعمال. علاش؟ لا هذا الشيء هو شيء تجاوز، ما عندناش اشكال، ولكن لان بغينا نكشفوا غير النيه الحقيقيه اش كاين فيها. السيد رئيس مجلس البلديه ديال بوكير كان مضطر يجاوب، لان هو ما عندوش القائد، ما عندوش الامكانيات. شويه حنايا اصلا المجلس الاقليمي وقع لازم يدير السيد الرئيس مجموعه من الاتفاقيات وما فيناش بهم، لان المجلس عاجز. اذا شنو 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 يدير الرئيس ديال الجماعه الوطنيه؟ انت امام الالحاح او لا في الحقيقه نقولوا بغيتي ديروه في القلب، زعما انا وفيت انت ما وفيتش. والواقع ماشي هذا هو، لان المبادره جات منا حنايا، كنشكروا حيت بالنكهه حتى هو الصدر اعضاء المجلس، ولكن ماشي هذا، ماشي واحد بقى عاجز حنايا نقشدو، ماشي هذا هو الواقع المركب باش كنفهمو. لذلك انا كنقول لك السيد الرئيس، انا كنتمنى من الصدر الاعضاء يصادقوا على 50 مليون، اما اذا ندمتي عليها ديك الساعه كلام اخر. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس انا عبد الرحمن كنت قلت انا لدي نظره للجماعه الوطنيه ولا منتخب للجماعه الوطنيه. علاش؟ هما كيعطي واحد الوجه، ولكن السكنه ديال الوطنيه هما اللي كيهمونا جميعا وكنتهم. انا كنظن بان كنطلب من المجلس اذا انه يصدق على 50 مليون. إذا ما احتاجهاش الناس ديال الوطنية عطاونا الفلوس، الله يجزيهم بخير ويخلف عليهم، كتبقى في النشاط يبقى ذلك كيرجع للمجلس. ديك الساعة الوعد بالوعد أن أنه المسائل غادية، وغادي ما نفهموش الساكنة وغادي جاز الشكر. سيدي الرئيس شكرا. أنا في وجهة نظري أنه مادام أنك تلقيت إلى 500 شخص موقعة وتنتظروا واحد الخير كبير من المجلس الموقع، وسبق اليوم أنه داولت في الشارع بأن تعطات 50 مليون. بالنسبة لي أنا ما نراش شي مانع نسميو لهم ب 50 مليون كذا، في حالة إذا يسر الله غلط الطريق ويبقى الفضل للمجلس الموقع. وشكرا. أولا نشكر جميع الأطراف اللي كانوا وراء أول إخراج هذا المشروع في الشكل ديالو وتغير النقاش والاتفاق جميعا. بعد ما نلقى درجات مجهود الأعمال والنقاش ذات اللجان على اساس انه يمكن 50 مليون، ثم تم التوصل برساله السيد رئيس مجلس الجماعه الوطنيه كيقول فيها بانه المجلس الجماعي
لمدير انه قال رغم الامكانيات يعني الصعيبه ديال الجامعه الشرقيه، ولكن انه قال للمحللات على اساس يساهموا يديروا البصمه ديالهم، لان هذا الشيء الدعم ديالهم كيكون معنوي البصمه ديالهم، هذا هو الاساسي في هذا المشروع هذا، يعني باغي عندهم الرغبه انه يديروا التدريب عن طريق تحويلات بمجرد كما قلت في الرساله بمجرد المصادقه على ميزانيه 2011 وهي بلا ما ندخلوا في التفاصيل المصادقه وصلتوا اليوم هذا الشان الداخلي ديال جامعه الدين ما يقوله هو بالنسبه لنا كمجلس التعليمي والراي ديال السيد الرئيس بانه ما يوجد اليوم ولكن نلتزم في حاله انه جماعه في ما استطاعش تكمل ب 3 مليون درهم كما قلت السيد الرئيس ربما قلت لي انه السقه ديال الاستشاره المعماريه اللي تعطى على حساب المبلغ ديال 3 مليون درهم انه في حاله جماعه في ما استطاعش توفر ذاك 6 مليون اننا حنا قادرين نوفروا 50 مليون باش المشروع يخرج الى حيز الوجود. وشكرا سيدي شي مداخله اخرى في الموضوع السيد الدكتور اللي هو في القاعه الرابعه تصدر اش هذا؟ اش هذا؟ ما فيش ديال الاخوان مش ديال الشيء Yeah.
دراسه المصادقه على الكتاب من شهرين في السنين بليوش وجماعه تتعلق ببناء الطريقه المسلطه والرابطه بين النظام والدوار وتفسير جماعه الموضوع هي الاتفاقيه راح نكون مستقر هذا المهم المشروع التكلفه ديالو جوج مليون ديال الجزاء من طرف الجماعه الشركاء هم جيسي كلهم بليوش على شطرين شطط 70 مليون شطط 80 مليون جماعه 50 مليون سنه صاحب المشروع هو مجلس التنمية بليوش كاين باب المناقشة الفكرة تحية مجددة للجميع بالنسبة لهذه الاتفاقية هذه السيد الرئيس لم تتمكن تشوف ان كتم الدرجه من دور الانتخابات السابقه لاوانها هذه من جهه ومن جهه اخرى كتعتبر الزام للمجلس الاتي الذي سياتي مستقبلا ان شاء الله بالتزام لا يد له فيه لانه تكون جوج اشهر الشهر الاول والشهر الثاني لذلك السيد الرئيس جماعه الفني تستحق كل خير ولكن كان المفروض انك عندك خمس سنين باش تخدمها ولكن للاسف قضيتي حتى الاشواط الاضافيه بقات الدقائق المعدوده بقيت تلعب اوراق ولكن هيهات هيهات انا لك بالفساد هذا المجال هذا لذلك انا كنعاقب الاتفاقيه جمله من وقت السنه. الشطر الأول هو 70 مليون وكيبقى الشطر الثاني اللي كان لازمو
ولكن لا اعتقد ان الوقت المتبقي يعني لهذه الفتره ان لا يسمح لنا باش يعني نكملوا على التعهد ديالنا ديال 80 مليون اللي بقات. هذا الشيء ما يخلي المشروع يعني ما يتطوعش. انا مع خصيص نبلغ 150 مليون في الشهر الاول، مع نبلغ ديال جماعه اللي فرنير نبلغ ديال 200 مليون باش المشروع غيتفرع وتعطى الصفقه. اما على اساس اننا نقولوا راه 70 دابا و 80 من بعد، يعني ان المشروع راه ما غيخدمش في هذه الفتره وغيبقى معلق. المشروع راه كيحكموا عليه بالفشل منذ الان.
إذا قلت بأن الاحتجاج الدين كان عطيو لهاد الجامعة مشروع باش نفكو العزلة على السكنة ديال تاكسين، أننا خصنا نخصو ليها دفعة واحدة مبلغ 50 مليون، وأنا ما عرفتش شكرا سيدي. ما يمكنش في دار مختصة
الرئيس، أرى هذا
جينا بالمجلس الاقليمي الحضور باش نبقاو نناقشوا بحال هاد المواضيع. وشكرا. ما قلتش رايك. انا عارف هذا مفهوم ضمني. ما قلتش رايك في الانتهاء. سلام عليكم وسلم، كنعرض هذه الماده تفصيل. زيد السجن، رئيس. شكرا رئيس. ولنا على مبدئيا العام فكرة إنشاء أو إحداث وتشكيل مطلق للتعليم تأكيد بموضوع الاتفاقية وتشكيل التعليم والاجتماعي تعليم الحلة ثم إذا دخلنا للمكتب الدعوية نشوفوا الطبيعة ديال الأشخاص اللي مسيرين هاد العام واحد الرجل بغاو يديرو مدرسة ماشي محقوق بغاو يديرو مدرسة إذا السيد الرئيس يعني لا مجال أنه كيما قلت في الأول أنه أي حاجة تحدث اليوم كنشوف إلا هو السيد ديالها والمدرسة ديالها هذه كتشوف هاد الرجل هاد ديال هاد التعاونية راه كاملين من أنا نعرفو مزيان من هنا موزعين على مجموعة من الدول الاتفاقية ما كاينش واحد الدائرة الاتفاقية باش أنهم يقولوا راه جابوا فلان ولا فلان إذا كان شي حاجة أنا نجم ولكن أنا نقول لكم صراحة الله سيدي مجد الطلب ديالو لقيتو في المجلس الإقليمي لقيتو في المجلس الإقليمي بالضبط عندهم دراسة كاملة شافية حتى البلوغ هو اللي دار وزاد أنه كيفشوف على واحد الشركاء قريب للأسف أنه ما كاينش الرسالة ديالو ولا كاينش الرئيس الطلب ديالو شي مشكل كيفشوف على سميتو شركاء قريب باش يديروا سميتو يجهزوا هاد المنطقة ديال التعاونية لتعليم حلقة وسطر على تعليم حلقة وماشي صالو تجميل ولا تزيين وشكرا صدرا شكرا شو ملاحظة أخرى؟ تفضل سي الشيخ. شكرا سي الرئيس اللي كنعرفه هو أننا منذ دخولنا لهذا المجلس عمرنا ما حضرناش ندخل ديال الجمعية ولا ندير شي تعاونية ولا ندير شي جامعة. أنا كنعرف واحد المؤسسة ديال الحيلة التقليدية اللي أعتقد أنه 15 عام هي هنا فوجئت بهذا الأخر الأخرى البيضاء اللي كنعرف هو ما هي ما كنعرفها صراحة أنا هذا التعاونية الطريقة ربما ما كان جديدة أنا ضمن يعني ما عنديش مانع منها ولكن اللي كنقول هو أن يعني التعاونية ما كنعرفهاش إلا تأسست جديدة الله أعلم يعني شكرا سي فارس شكرا سي فارس احنا غير نستنفهم وراء الدولة دولة في حد نجم كان الناس الشباب مفتوحة على في النظام التعليمي الناس كيمشيو كيقيم لكن الدراسة كيدير لهم التكوين كيدير لهم حتى الدراسة المشروع وسميتو وبالعكس كاين تمويل من الوزارة كاين تمويل من الأبناء يعني كاين تسهيلات وكاين جدا ديال انتقاء المشاريع وكاين تخصص يعني كاين بحال اللي نقولوا كاين واحد التخصص هذا شنو نقول انا هذا البروجي هذا يتحالى لديك المنصة ماشي كنخسرو ولكن يتحالى لديك المنصة وحنا في البلاد نتفقوا عليه وكاين اللي كان مشروع ما مزيان يعني شعور غراس وطباخ سمت ما تناقشوش وما تنص
تخرج هذا يا هو المشروع ديال السلام عليكم ماشي مدخلات اخرى للتوضيح والتحكيم هجم الاعمال ما عدا النقطه السابعه والنقطه الثانيه التي اضيفت بعدما حدد بتعرفك وشهد امام الله ما عرف يحتوي النقط هذو ما عدا النقطه السابعه والثامنه التي اضيفت من الرسول الله قلت لكم علاش اضيفت هاد السر هاد الكذب اللي كاين ديال هذا ما داش يعني غادي نحكي لكم كتاب كل شيء غادي نعمل دابا سير العرض اللي ماشي كتاب معلولين نحتار الراي ديالو وهو محترم لانه مش عندوش نحكم الراي ديالو ويقول اما اللي صوت عليه على الجهد ويجي هنا ويفاجئ لنا في ديك السير عبارة المهم المدرسة هي جدا المدرسة ديال الحداقة يلا تكلفوا مشروع ديال هما غادي يساهموا في المجلس غادي يساهم في 6 مليون ماشي شي مدرسة اللي غادي يكفي المالية ديال المجلس وربما تقوم به افراد ربما تقوم بها ارمله باش ندش سوء اخر اللي ممكن انه توعدي كامل كان صدق على الله الدين انا كنطلبكم باش هذا المختار تصوتوا عليها باش يرد الغرض الشخصي ولكن انا كنطلبكم ولا باش يصبر ما يصبرش لأنه كنظر في عائلة كنظر في قبلة كنظر في مرة شكرا كان على المقرص عندي تعقيب لا تعقيب لي القانون لا سيدي بالنسبة للمقدمة لا كاين باب في حق الدوله لهاد مثل هاد المشاريع والله يسخر الله يعاونكم كنسدوا باب درس
تحضر ممتنع حسين الباقي على الاتفاقية النقطة السادسة دراسة المسابقة الاتفاقية شنو دخلنا في هذا النقطة هذه؟ اتفاقية عامة. عامة. شنو نقطة النظام في هذه الاتفاقية؟ كنعرضها للتصويت. شكون اللي ضد؟ لا واحد؟ إجماع. النقطة السابعة هي مصادقة على اقتناء عقار على مساحة 40 هكتار في منطقة الحي بتصديات فقط أولا مجلس الإدارة الجيوش بالنسبة مع السلطة الإقليمية له رؤية واضحة في بنية الإقليمية هناك مشاريع كبرى لتعطل فيها الصفقة مع السيمان اللي هو مشروع كبير لإسداد الإقليم كان الساحل بلون دبلجة جديد الساحل مازال مخرجش تعطل في تعطل كبير إما دار شرائع مع
العام والوزارة الصناعة وكذا الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة وكاين كذلك كاين عمرة كاين جهة أخرى اللي ممكن أنه تشوف هذا الجهاز إذا هذا وفيها واحد الخلفه ديال الناس اذا غادي نعطينا
لسكينة ديال كذلك رفع بواحد يعني المستوى اللي بغينا حنا نشوفوا به التحليل وشكرا. نشير ليها وأننا نخفف كروب يعني نصف بلد أن هي
تكون ريزيرف ان الاخ باش ليس عنده امكانيات انه يوسع السعر، هذه هي التنميه الحقيقيه اللي بغينا على الاثنين. واخا هنا يمكن لنا نقولوا اننا راه حطينا الخطوات اللي كنتوا عليها المجالس يعني المقبله، لان ما عندناش بديل لان المنطقه واحد النسبه للدجل في القطاعات في لها، لان واحد المساله دائما كنقولها يا اخي ما عندوش بكل صراحه، لا هو صناعي لا هو فلاحي ما يعني ما كاينش حتى شي مصدر ديال الدخل في الاقليم. اذا هذا جوج ديال المسائل اللي كنعبروا عليهم هو السد، لان كاين واحد النسبه ديال السكينه اللي غتنتج الفلاحه، وبالنسبه للصناعه كذلك باش يعني نستطيعوا اننا مستقبلا نوفروا مجموعه ديال فرص الشغل. وشكرا سي بلاتي. شكرا. شكرا سي الرئيس. السيد العام المحترم عبد الفريق ما يخص هذه النقطة، بدورنا نحن نكمل هذه المبادرة المهمة والتي نحن في أمس الحاجة لتحقيقها. بطبيعة الحال هذا حلم منذ زمن طويل كان يراود سكنة الكفرين منذ انطلاق الوجه الكبير لميناء الطرف المتوسط. كما يعلم الجميع ان منطقه بورحاي جماعه الرزاق كان رئيسها المرحوم حسن بن شوقي دائما يدافع عنها بالهاف، وقد ادرجها في عبارات المجلس. مما لا شك فيه أن هذه المنطقة ستلعب دورا مهما وأساسيا كما أشار إليه السيد العميد المحترم في تعزيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل التقليد، ولا سيما تحسين النشاط التجاري سواء من ناحية النقل والجر والتخزين على مستوى الصادرات الوالية، وكذلك الاستفادة بقدر الإمكان من حجم الاستثمارات التي تعود على سكنة الإقليم بالمنفعة العامة بشكل مهم، وخاصة فرص الشغل. بالنسبة لي شخصيا أنا النقطة الوحيدة التي أعجبتني كثيرا هي هذا لأنه مشروع يجتزي صبغة إقليمية بامتياز، فمثل هذه المشاريع التي يفتخر إليها الإقليم. ونذكر كذلك مثلا المحطة الطرقية ولا المجزرة الإقليمية للنقل الحضري، النواب الجامعية بالإضافة إلى مشاريع أخرى لا داعي لها. إذا الملاحظة الأولى اللي عندي السيد الرئيس العامل المحترم كما أشار إلى بعض الإخوان 40 هكتار غير كافية، إذا كان في حدود الإمكانيات نطلبوا يعني مؤسسات أخرى ولا قطاعات حكومية أخرى باش نختاريو أكثر من 40 هكتار كما قال السي حسين ولا الأخ عمر. إلى مثلا هذا المشروع ديال السيد الإيمان خرج حيز الوجود، راه ديك الأرض غتبدل في الأثمان ديالها. تفضل سيدي. وكنذكر السيد الرئيس أن أحد اللقاءات ديالي في ألمانيا وصرحت بواحد التصريح تتلح فيه عن الإخوان ديالنا المستثمرين جاب جانب أنه كاين 1000 هكتار في منطقة بورحاي من أجل الاستثمار. إذا هذا الرقم كنطلبوا منكم أخ السيد زاد تنضاف إليه على الأقل على 200 هكتار كبداية بقدر المستطاع. وشكرا. شو المداخلة الأخرى؟ أنا أقول لكم
هاد المخدمة ديال المتخصص الصناعية والتقدير اللوجستيك كانت الفكرة الأولى تعرضت عليها في 2013 عرضها رئاسة الغرفة للتجارة والصناعة بالضبط وما كنتش يرد وما دازش مش التوافق عليها وما دازش وما تعرضتش حتى للتصويت للإنتاج المنطقة اللوجستيك كانت باش في 2017 في الديجي مكتب ديال الدراسات كيقترح علينا نقاط كمناطق ديال اللوجيستيك ولا ديال المناطق الصناعيه اقترح علينا بزاف شي حاجه المونتيير شي حاجه اللي واش داك الشيء ديال البلاد السيرفور الى اخره وللامانه تصدقوا الالات الداخليه من كليه الدراسه السيد عام كان يرجع ما كانش عنده معطيات فاش انه رفعت في الارض قال فعلا احنا كنا كنشوفوا الامور بين ما عندناش المشكل ديال عندنا المشكل ديال لا عندنا المشكل ديال كذا ولكن حتى المنطقه مهمه اما راه اصلا هذه المنطقه ديال كيف ما نكونش نهائيا وجدونا لنصر الأبناء في إقليم آخر وبشجاعة واتصلت مع البرلمانيين ديال الإقليم باش أنهم شدوا به واجهوا له ولكن ما كملوش معايا الأمر ما كملوش معايا الأمر شي مسألة حضر معنا المبتدئ ديال الجامعة ديال البلدية ديال الدريش مهندس ديال البلدية صدر الصناعي ورفع المهنة ومن هذا الألف ولا سبع ديال سبع ديال ولا خمس ديال وها خمس ديال كما قلنا الناس دابا نديرو سعودية ربعين راه ما غاديرهاش ما غاداش كاع نهائيا أنا درنا الوباء درنا سبع ديال ربعين ديال ربعين ديال ربعين ديال ربعين حسب كتبها ديال عقارات القيمة قيمة شركاء قيمة جهاز جاو الناس المثمرين يقلبوا على البلايص علاش نقولوا يقلبوا على البلايص؟ لأنه المنطقة الصناعية ديال السلوان سي ساتور انتهت المنطقة اللي زادوا العبري عدد الطلبات يفوق العقار الموجود خمسة مرات وهادشي اللي كنقول لكم راه كندوز مع الجهات ديال التجارة والصناعة كندوز مع الجهات ديال النظر كيعطيونا المعلومات بزاف على السيد عبد الملك الخير راه ماشي شي حاجة كنقول لك ولكن دابا غناخدو قرار باش على الأقل نشدو هاد الوعي نهار نشدو هاد الوعي لقينا 100 غلال راه المنطقة فيها 500 غنكون توسيعة ما كاينش 100 غلال غنقول يلاه خدينا غلال بإجماع الحاضرين بإجماع الحاضرين شكرا نشكركم كاملين اللي صوتوا على المطالب ونشكر كذلك السيد عبد الملك على وجود هذا المحتاج شكرا سيدي الشيخ ابراهيم وكذلك الاعضاء الشيخ كريم احييكم على الرؤس المسؤوله بطبيعه الحال لانه انا كنعرفكم بطبيعه الحال لانه الفوزير مشروع في الامر وخص تعجيل لان دابا راديو سيناء راه عندك اوبليغاسيون على ان المنطقه ديال الميديا باسرع ما يكون بطبيعه الحال بالمعارك ديالها سواء نديرو تفوقيه سواء نديرو اخبار كامله بطبيعه الحال باش نعزلو وانا مثلا نتخاطر السيد الرئيس وهو تشكيل لجنه مشرفه على سيناء باسرع ما يكون باش نوجدو افكار الى انفر الشريك غير يجيبو من بعد انفر الشريك غير يجيبو يساهم وزاره الصناعه من التجهيز وزاره الصناعه التجهيز ديال ديال ديال
التوطين لهذا. شكرا استاذ عامر. اكيد انه بمجرد يتحرك على الدوره الحاليه المسابقه ونصفكم على غير جديد. النقطه الثامنه اللي هي المسابقه على الاعتماد العقار على دراسه المسابقه على الاشاره ما بين جسيم الدريوش وزاره الثقافه من اجل بناء مجلس محكم ثقافي قرب مقر العمل اي الجهه الخدميه والمدرسه ديال الليمه ديال العمل كذلك صدقنا انه كنا مقرب النظر وكان هذا هنايا السيد وزير الثقافه السيد رجب البروكير وكان تخصيص ديال المدن انه العقار ديال الدوله جسم الامارات يقتدي ووزاره الثقافه كانت قريه السيد وزير الثقافه بانه خلال ديال السوق تشغل ديال الدوله من اجل البناء والتجهيز دفتر الحكومي القرار او مراجعه السيد وزير السابق ما تنفذش يقدم في امس حاجه للمجال التعليمي انه التنميه لا تكون فقط غير البنايات ولا الطرق ولا المشاريع وانما التنميه كيكون فيها جانب اخر اللي هو الجانب الروحي والجانب ديال التكوين والجانب ديال التثقيف اذا نشكركم كمجلس نتمنى التنميه ديال جميع الجوانب كذلك هذه النقطة كذلك كنتكلم عليها انه الاتفاقية شكلنا عليها ما لقيناهاش لقيناها موجودة وما وقعش في الوزارة وكان متصل بالوزارة في 2015 كذلك كان جهد يدعو آخر انا كنقول ربما هذا الشيء صحيح علاش ما نبقاوش حنايا
الاتفاقيه الاولى اللي كنا صادقها انا ذاك فيها هذا المزرعه. شكرا سيدي. المهمة اللي كانت تتمثل في الفناء الى
المساهمة في المؤسسين لإحسائهم من التجارة الإسرائيلية وإدخال جماعة المدرسة في الوطن لأنها مثلا يقاوم في القاطعة فوق عرض تابعا للجامعة. الجامعة قامت بتدارس الوطن الكرة ووافقت على أمر الانقلاب يعني ما كانش مشكل في المساهمة عرض حاليا إن شاء الله على هدف ان يدرسوا على منهم الثقافه وشكل الجوهر بين الفرصه تكون واحد السباق والوقت لازمتها. اذا حنا خصنا مسطره باش عملنا في الكره السيد عمرو المسطره وكذلك السيد عبد الخالق الى جينا ولكن المشروع غادي يشوف النور في الحرب المشروع باش تكون شريك، ولا بيجي شريك أرضي حتى باش أن هذا